الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Ô vous qui avez cru quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tous les gosses. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة
الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. نستقبل في مسجدنا هذا المبارك مسجد الرئيس الكبير وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور يوسف بن مهدي والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة عمل بمسجد باريس الكبير بمسجد باريس الكبير ويحضر معنا صلاة الجمعة. هللتم أهلا ونزلتم سهلا. وبالمناسبة نشكره على ما يقوم به في خدمة الجالية المسلمة بفرنسا ونسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا للإسلام بخدمة العباد والبلاد. آمين يا رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, je vous salue avec la salutation de l'islam et salam, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour béni, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre mosquée, la grande mosquée de Paris, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et des Waqf algériens, le docteur Youssef Bel Mahdi, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Il fit une visite officielle à la grande mosquée de Paris et participe à la prière de vendredi en notre compagnie. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. À cette occasion, nous le remercions pour son engagement au service de la communauté et nous demandons à Allah, exalté soit-il, de le rendre un atout pour l'islam au service des croyants et de prier. Amin. يا رب العالمين بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه قد أدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سرى بدربه واقتدى بهديه إلى يوم الدين صلاة تباري الريح مسكا ومندلا. أما بعد عباد الله، إماء الله، لا يظنن أحد أن ظلم العباد سيضيع ويذهب دون حساب ولا عقاب، بل لا بد للظالم والمظلوم من الوقوف بين يدي الله عز وجل في محكمة العدل الإلهية في ذلك اليوم الذي لا ظلم فيه ولا وساطة ولا واسطة ولا كذب ولا تحايل. يقول المولى عز وجل: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ويقول أيضاً: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والظلم من الابتلاءات الخطيرة التي تكثر في آخر الزمان باسم الفتن، إذ يقول المولى عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك جعل الله تعالى الثواب الجزيل للصبر خاصة في آخر الزمان. لماذا؟ لكثرة الفتن والقتل، أي الهرج والعدوان، إذ يقول المولى عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما، إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم، بل أجر 50 منكم، بل أجر 50 منكم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Serviteur d'Allah, il est crucial de comprendre que l'injustice commise par les individus ne restera pas sans conséquence et qu'elle ne sera ni ignorée ni laissée impunie. Au contraire, mes frères et mes sœurs, il est certain que l'oppresseur et l'opprimé comparaîtront devant Allah le Tout-Puissant, devant le tribunal de la justice divine. Ce jour-là, il n'y aura ni injustice, ni influence, ni mensonge, ni tromperie. Allah Azza wa Jal nous a dit dans le noble Coran: Allah jugera entre vous le jour de la résurrection à propos de ce en quoi vous divergiez. Et il dit aussi dans Surat Ibrahim: il ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes, il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. L'injustice constitue l'une des dures épreuves, mes frères et mes sœurs, que se répand à la fin du temps, souvent désignée sous le terme de fitna. Allah Azza wa Jal dit dans le sens rapproché du verset: toute âme goûtera la mort. Nous vous testons par le mal et par le bien, à titre d'épreuve, vers nous vous retournez. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal réserve une récompense immense pour la patience, surtout à la fin des temps, en raison de la multiplication des épreuves, des meurtres et des agressions. Allah déclare: les environs auront leur pleine récompense, sans compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi: il y aura après vous des jours qui exigeront beaucoup de patience. Celui qui est patient s'apparente à celui qui tient les braises brûlantes dans la main. Celui qui œuvre en ces jours aura la récompense de 50 hommes qui œuvrent comme vous. Ils ont demandé: ô messager d'Allah, ô envoyé d'Allah, la récompense de 50 hommes parmi les gens de cette époque qui va venir? Elle répondit sallallahu alayhi wa sallam: non,
la récompense de ces cantons parmi vous. La récompense de ces cantons parmi vous. والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها الأفاضل والفضليات، لا يخفى عليكم أن الأحداث المأساوية لا تزال جارية بفلسطين، خاصة بغزة، بعد أكثر من 40 يوما من العدوان والاعتداء والحصار للأبرياء المدنيين. بدأ المجتمع الدولي يعود إلى جادة الصواب، إذ بدأت بعض الدول تندد وتطالب بوقف العدوان الغاشم هذا. نعم، إنه واجبهم الإنساني والقانوني تجاه القضية الفلسطينية، كيف لا؟ وأبرياؤها لا يختلف اثنان من بني الإنسانية وأتباع الديانات وأرباب القوانين والتنظيمات وحاملي رايات الإنصاف والعدالة على أنهم ضحايا جرائم حرب. أبرياء ناشدوهم مراراً وتكراراً بأن ينقذوهم، فالصحفيون بعدساتهم يوثقون القصف والدمار، والأطباء يوجهون رسائلهم المستمرة عن الوضع الصحي الكارثي، ومنصات التواصل توثق معاناتهم في الحصول على أدنى مقومات المعيشة. حتى الأطفال شاركوا في توجيه الرسائل إليهم ومناشدتهم بأن ينقذوا طفولتهم. والله المستعان وعليه التكلان. أو فولي بيان إيمي دو بيان إيمي صلى الله عليه وسلم. Et ne vous échappe pas que les événements tragiques se poursuivent en Palestine, en particulier à Gaza, après plus de 40 jours d'agression, d'attaque et de siège contre les civils innocents. La communauté et l'opinion internationale commencent à revenir à la raison. Certaines nations condamnent et appellent à mettre fin de cette agression brutale. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est leur devoir humanitaire et légal envers la cause palestinienne. Comment pourrait-il en être autrement ? À l'échelle mondiale, une convergence d'opinions se dessine, transcende les différences religieuses, impliquant les défenseurs des droits de l'homme, les membres d'organisations internationales, législateurs, tous s'accordent sur le fait que les Palestiniens sont les victimes de crimes de guerre. Les innocents les imploreront à maintes reprises de les sauver. Les journalistes, à travers leurs caméras, documentent les bombardements et les destructions. Les médecins adressent des messages en permanence concernant la situation sanitaire catastrophique. Les plateformes et les médias sociaux témoignent de leur lutte pour obtenir des conditions de vie dignes. Même les enfants, mes frères et mes sœurs, même les enfants s'impliquent en transmettant des messages et en pleurant d'être sauvés pour que soit préservée leur enfance. Leur enfance, mes frères et mes sœurs. Ikhwat al-Iman. من هذا المنطلق الرشيد وجب علينا أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بأنه على الرغم من حرقتنا هذه وجراحنا المكبوتة الكثيرة، إلا أنه يجب علينا شرعا ألا ندفع وراء دواعيها إلا بعد النظر في مآلات الأفعال ورعاية نتائج التصرفات، أي النظر إلى عواقب الأمور. وهذا كله من صميم الحكمة ضالة المؤمن ذي الأولوية فيها أن وجدها. نعم أيها الأفاضل والفضليات، الحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها أن وجدها. الحكمة فضيلة تمنع صاحبها من الجهل في القول والعمل، وماذا أيضا؟ وتصده عن سوء التصرف والمعاملة، وماذا أيضا؟ وتحذره رذيلة الاندفاع والعجلة.
وتعلمه أن يضع كل شيء في موضعه. نعم، الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. لهذا ولغيره يقول المولى عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. Mes frères et mes sœurs en islam, dans cette optique, il est impératif de se rappeler à nous-mêmes, à nos frères et sœurs, qu'en dépit de notre indignation et de nos blessures profondes, nous devons, conformément aux enseignements de notre religion, éviter de nous laisser emporter par nos émotions avant d'évaluer les conséquences de nos actions et de tenir compte des résultats de nos comportements. Et tout cela émane du cœur, de la sagesse et de la quête de bien par le croyant, comme on le dit le Coran dans le sens rapproché du verset, elle donne la sagesse à qui il veut. Celui à qui la sagesse a été donnée bénéficie d'un grand bien. Ceux qui sont doués d'intelligence sont les seuls à s'en souvenir. البطل أمس بطلي ما يثمثن ذويني في ذي توسك البطل أدب الدنيا لفصنا ربيع عز وجل يوم القيامة عندما لش الحسابة نظن كل شيء إلا ذا خال أدي فدسو في الله ونسوى ظلمان نغوني ظلمان ذي بدي لفصنا ربيع عز وجل إذا قرأنا من زمان يسبقنا دوش بيحنا نفهم فلاستظل لثا ربيع في السلاميس باللي ملاجر مصفر يرنو ملاجر الحسنة يرنو إيواش أشكون قوانت فلوفا كثيراً تدفلوفا إذا كان زمان بعد كثيرنا 40 يوم سيثيثي وإن البطل يغلين غفي قاري بثمثنا نغذي فلسطين دي غزة ثبذا ثمتين أنتم رأيك مرام السوالين تكن أذي يرس البطلقين أذي يحفظ البطلقين في اللسن نسوى جرحك نوثا يغضغ الحال قرحناه ولون الناغ أما أنا نشدي بشرع ربي سبحانه أني السنان دن السرسلار من الناغ ومشن السرسلار من الناغ أني السنان مشي في الدون تمثال أنا رفض دن السرس دي تمثال أكني وثا غفيقي دين ربي سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ونفك ربي سبحانه الحكمة سرسل العقل أثان إفك يصر ربي الخير مقرون ذا الرزق وسعن. Ceci étant dit, je demande pardon à Allah le très grand pour moi et pour vous tous. Alors demandons-lui pardon, car il est le pardonneur suprême. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah al-azim li wa lakum fastaghfiruh fa ya fawza al-mustaghfirin. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد أيها الناس كيف لا تقف جاليتنا المسلمة المسالمة مع أهل غزة في محنتهم وكربتهم هذه أليس هذا هو الحق الذي تدين الله به إنسانيا وعقديا وقانونيا نعم دين تدين الله به وهو أن تقف موقف الحق بصواب وكياسة وفطنة ووعي لما يحيط بها وما يراد منها أينما حلت وأينما ارتحلت نعم الجالية المسلمة تحتاج في مثل هذه الأوقات العصيبة إلى التريث والتؤدة والكياسة والفطنة لأنها مطالبة شرعا بأن يكون أفرادها كيسين فطنين لا يلدغون من جحر واحد مرتين وبالتالي أيها الأفاضل والفضليات فإن مسجد باريس الكبير يتقدم بالشكر الجزيل إلى الجالية المسلمة على صبرها وتحملها أثناء قيامها بواجب الإخلاص والاهتمام بالقضية الفلسطينية عامة وبنكبتها بغزة خاصة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حلمها وحكمتها وليس على جبنها وخوفها جالية مسلمة استشعرت آلام ومعاناة غيرها ممن ينتمي إليها وممن لا ينتمي إليها تسعد لسعادة الغير وتتألم لألمه أتعلمون لماذا؟ لأن دينها
دين الإنسانية، دين الجسد الواحد، دين العدل، دين الأخوة والحرية والمساواة، والتي تمنح لكل فرد بصفته مواطنا فرنسيا حق دفع شكوى أو دعوى قضائية للجهات المعنية عندما يمارس عليها أي نوع من الظلم والاعتداء. ومن هذا المنطلق الرشيد أيضا، فإن مسجد باريس الكبير يعلنها للجالية المسلمة ويشجعها على ممارسة هذا الحق المشروع للأفراد والجمعيات، وفي حال تماطل المصالح المعنية أو رفضها أو عدم أخذ الشكوى بعين الاعتبار فليودعوها ثانية باسم مسجدهم وباسم مسجد باريس الكبير. فاللهم وفق وسدد يا رب العالمين. Frères et mes sœurs en islam, comment notre communauté musulmane pacifique ne soutiendrait-elle pas le peuple de Gaza dans son épreuve et sa détresse? N'est-ce pas un devoir dicté par la vérité, que ce soit d'un point de vue humain, moral ou légal? Oui, mes frères et mes sœurs, c'est une responsabilité religieuse, c'est de prendre position pour la vérité avec sagesse, pondération, vigilance et une profonde compréhension de ce qui les entoure et des attentes qui pèsent sur eux. Oui, la communauté musulmane, en de telles circonstances difficiles, a besoin de patience, de réflexion, de sagesse et de vigilance, car elle était appelée, selon les principes religieux, à ce que ses membres soient éclairés, intelligents et vigilants. Par conséquent, la Grande Mosquée de Paris exprime sa profonde gratitude à la communauté musulmane pour sa patience et son endurance, tout en remplissant son devoir de dévouement et d'attention envers la cause palestinienne en général et la tragédie de Gaza en particulier. Si cela démontre quelque chose, c'est sa sagesse et son discernement loin de la lâcheté et de la peur. C'est une communauté musulmane qui ressent la douleur et la souffrance des autres, qu'ils appartiennent moins à sa communauté ou non, se réjouissent du bonheur des autres et souffrant de leur peine. Savez-vous pourquoi, mes frères et mes sœurs? Parce que sa religion est une religion d'humanité, une religion du corps unique, une religion de justice, de fraternité, de liberté et d'égalité. Ces valeurs accordent à chaque individu, en tant que citoyen français, le droit de déposer une plainte ou d'intenter une action en justice contre les parties responsables en cas de tout acte d'injustice et d'agression. Dans cette perspective, la Grande Mosquée de Paris déclare cela à la communauté musulmane et l'encourage à exercer ce droit légitime tant pour les individus que pour les associations. En cas de retard, de refus ou de non-prise en compte de la plainte par les autorités compétentes, elles devraient soumettre leur plainte au nom de leur mosquée et de la Grande Mosquée de Paris. Na'am ayyuha al-afadil wal-akarim wal-fudlayat al-karimat جالية مسلمة برهنت لكل من يترقب زللها وزيغها أنها على خطى حكمة ثابتة وصبر جميل وتحمل قوي، هذا ليس بغريب عليها، فهي على درب أسلافها ممن نزفوا دماءهم بالآلاف من أجل الراية الفرنسية إبان الحرب العالمية الأولى. نعم، نزفوا دماءهم من أجل الحرية، وعلى إثر تضحياتهم هذه وإكراماً لهم وامتناناً تم بناء هذا الصرح الشامخ العريق، مسجد باريس الكبير، الذي يعد أول وأقدم مسجد في باريس، بل ومرجعية دينية لمسلم فرنسا خاصة وأوروبا عامة، ولله الحمد والمنة. هم الأوائل تركوا بصمة، ونحن على نهجهم وعهدهم سائرون بإذن الله الواحد الأوحد. فيا رب أعنا على الثبات على الصبر والتحمل،
واجعل اللهم أجور إعمار هذا المسجد في ميزان حسناتهم وحسنات رواده ومن لا يزال قائما عليهم من خلفهم، حفظهم الله عز وجل ورعاهم. اللهم استجب يا رب العالمين. Mes frères et mes sœurs, à tous ceux qui attendaient ces erreurs et ces écarts, la communauté musulmane a clairement démontré qu'elle suit une voie de sagesse solide, de patience exemplaire et de résilience puissante. Cette attitude n'est pas étrangère à son caractère, car il suit la trace de ses ancêtres qui ont versé leur sang par milliers pour le drapeau français pendant la Première Guerre mondiale, sacrifiant leur vie pour la liberté. C'est en reconnaissance de leur sacrifice et par gratitude envers eux qu'a été construit ce majestueux édifice qu'est la Grande Mosquée de Paris. Elle est le premier et le plus ancien lieu de culte musulman à Paris. Et elle est devenue une référence religieuse pour les musulmans de France en particulier et de l'Europe en général. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أمك ثمتين ثين سلم ثين سلم ثين سلم ذي ثمورة من الغربة وتبدنا رامك ذو ثمثن النغ ذي ثمور ثن غزانا ذي ثمور ثن فلسطين ذي ثلوف ثقيم ذي يغلين في اللسن أثمثن غك مران الحمد لله يا رب العالمين إفكيسنا ربنا سبحانه الحكمة سوالين ثمسل ذي الوقت سنت سننة سرسن ثمسال أمشال ثارس أندغال ثارس ملمغال ثارس ثمسالت ثدونكني وثن ثمسالت الحمد لله رب العالمين غفايا قذير الجماع نباري ثجميل تذي شكار ذي صغر ذي الخير ذي لهنا وثمثنا قين غاكو مران ذي نسلمين تسلمين ذي ثمورا الغربان اقفدن سلهنا إقفدن سلخير ماتشين سلوفا رفذنا قارون تين سلمت والحمد لله رب العالمين والجمع نباري غذي فديد سن دي ثلوفا سن ما إلا كلا توظل منا توقع رحن أذ شكثين تاوين غير وخم من الشرع لقين غذي ثمورتنا فرنسا ما إلا نفكنا سن تسوين النظن وغلنا سن ذقوان وسن نفكنا لا مازال أتسال سن بريد النظن سيسم قرقزن يقدشن الجماعة ومن قر الجمعية الدينية وسيسم الجماعة الباريم فلسطلفة من السرد اليسار أحباب الحبيب المصطفى عليه أزكى الصلوات والتسليم إني داعي فأمنوا بارك الله فيكم عساها تكون ساعة استجابة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انصر إخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى وغزة وفلسطين يا رب العالمين وفي كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وكلهم ولا تكن عليهم اللهم احفظ أرواحهم اللهم احفظ أبناءهم اللهم احفظ أموالهم اللهم احفظ ديارهم اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك قيد أسراهم يا رب العالمين وردهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين وحرر أرضهم يا رب العالمين وحرر أرضهم يا رب العالمين وطهرها يا رب العالمين اللهم أفرغ على أهل غزة صبرا واحفظهم بحفظك الذي لا يرام واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم إنا نسألك الأمن والأمان للجالية المسلمة بفرنسا وفي غيرها وارزقهم الصبر والحكمة على تجاوز هذه المحنة وارزقهم اللهم الرشد والسداد وارزقهم اللهم الرشد والسداد وقهم من الزيغ والانحراف عن جادة الصواب في مواقفهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين وأقم الصلاة. Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا نعمكم الله هذا بيننا نعبد ونزال الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين
فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله فرحتوني يا الله